خصنا في رادس و ديجا صححت مع مين انا فهمت كها بديت كنت في بن عروس العامين الاخرانيين وسنا في رادس بعد صحيح جامعتي الام بديت في بن عروس بديت ملي عمري 10 سنين ومن بعد درجت في المينيم كادي جونيور كنت ايكيب ناسيونال كادي وجونيور ومن بعد النجم بديت الرحله نتاعي في النجم الرياضي الساحلي معناتها هما اللي خداوني من بن عروس هكا بديت الكارير مغادي رحله مزيانه رحله حلوه فيها برشا حاجات باهيه انا ديما راه ما نتذكر كان الحاجات الباهيه الحاجات الخايبه ديما ما نتذكرهاش باش تحكي على ليتوال ليتوال جينيراسيون كبيره برشا كانت عندنا ولا بروفوني معناتها كم شفتوا معناتها لي تيتر الكل هزيناه لي تيتر نبداو بالتيتر الاولاني اللي برشا عباد يمكن ماهيش مركزه معاه معناتها التيتر هزيناه بالاسبوار هزينا كاس الرابطه نتاع لي سينيور وقتها ليتوال نلعبوا فيها بالاسبوار معناتها كاس الرابطه هزيناه اون 2004 ولا 2005 كان 2004 اون 2004 هزينا كاس الرابطه يمكن الدومي فينال وفينال هبطوا معنا كلكو جوار من ليكيب سينيور اما الباقي كل لعبنا بالاسبوار معناتها كانوا يعملوا دو بول ولا تروا بول ومن بعد فما كارت فينال ودومي فينال دونك احنا بالاسبوار كي نقولوا اسبوار نقولوا ياسين شيخاوي ربي يشفيه نقولوا محمد علي نفخه نقولوا صابر طرابلسي نقولوا كريم حقي بلبولي شاكر الزواغي رضوان الفالحي مصدق الحسناوي رقيب الطايف علي القرقني معناتها برشا اسامي ما نحبش ننسى معناتها البقيه فهمت معناتها اسامي اللي برشا منهم تنجم تقول 90 ولا 95% منهم لعبوا من بعد في السينيور في ليتوال وعملوا كارير من بعد جيت 2006 مع سي فوزي البنزرتي اللي هزينا فيها شامبيونان وهزينا فيها الكوب دلا كاف وعملنا سوبر كوب دلا كاف مع الاهلي المصري في اثيوبيا خسرنا بينالتيات والعام اللي بعده هزينا ليغ دي شامبيون 2007 مع برترون مارشان ومشينا الكوب دي موندي كلوب وهزينا سوبر كوب عملتها سوبر كوب وقتها ضد النادي الرياضي صفاقسي وقتها اللي هز الكاف في رادس وقتها كانت اتذكر 2-1 ماركه فيه الشرميتي يظهر وكها هذه هي معناتها الرحله في النجم الرياضي الساحلي برشا تيترويت وقت جينيراسيون قويه معناتها كي نحكيو على جينيراسيون معناتها نحكيو على لي ناتيف نتاع 84 83 82 فوار كلكو جوار من 80 81 كيما سيف غزال وقتها كيما مجدي بن محمد شوير مانجا كيما صابر طرابلسي وقتها كيما محمد العرعوري كيما برشا جوارات وقتها كانوا معنا ما النوايو وقتها نتاع الكيب سينيور الكل متكون في النجم الرياضي الساحلي معناتها الكل كي طلعنا خرجنا من مدرسه التكوين نتاع النجم الرياضي الساحلي معناتها كنا يمكن فما 14 15 جوار مع لي جوار ريكروتي اللي هما جيلسون سيلفا جيلسون راهو كي جا معنا في الاسبوار كور معنا في الاسبوار ومن بعد طلع سينيور وكان معنا زاد موسى ناري وكان معنا مهدي بن ديفلا شرميتي كان معنا اوغومبي فهم جينيراسيون كانت كبيره حتى العام اللي هزينا فيه ليغ دي شامبيون تنحت لنا الشامبيونا في لا ديرنيير جورني وقت الكلوب هزتها مي احنا براتيكمون العام الكل وقت الويله وقت في الشامبيونا وكنا ضيعنا الشامبيونا بماتش قفصة في سوسة اللي عملنا فيه نيول وضيعنا بينالتي توا هو هي الحكايه هذه في الماضي معناتها كان جيت صارت الحكايه نقولها لك مي الملاعبيه جامي وقت جامي باش تنفخنا ولا تغرينا في رواحنا ولا هبطنا يدينا فهمت يمكن شويه تصريحات كانت ماهيش مدروسه وتصريحات معناتها كيما نقولوا احنا ما كانتش في بلاصتها فهمت مي كام لاعبيه والله تصريحات يمكن وقتها فما شكون قال كحسب ما نتذكر انا ما عرفتش شكون قالها وقتها قال كنا نلعبوا مع بوكا جونيور ومع باتشوكا ومع وقتها ميلان وكل شيء كان ترشحنا فينا نلعبوا مع ميلان كي نقولوا ميلان نقولوا كاكا وسيدورف و فوالا ميلان تاع شيلوتي اون 2007 معناتها قال معناتها توا باش نرجعوا للحقيقه نتاعنا اللي هي كيما نقولوا احنا اونتر بارونتيز باش نلعبوا كيما نقولوا احنا مع قفصه وجابس
والجامعيات الاخرين اللي في الشامبيون نتاع تونس. فهمت هذيك اللي خلت لي ميديا والعباد معناتها تحكي كي وتقول كيفاش معناتها المسؤولين تاع النجم الرياضي الساحلي وقتها كيما نقولوا احنا يحكيوا منفوخين شويه وبغرور. فهمت اما كام لعبيه وقت جامي دو لافي معناتها لعبيه بالعكس الجينيراسيون هيك كانت كل ماتش تركز له تحب بزي تيتر ممكن. فهمت معناتها انا جامي بسيليبرا ولا 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 فماش كانش فما غرور كانت فما امبيونس كبيره وكاليتي كبيره لعبيه كاليتي كانت كاليتي كبيره. احسن جينيراسيون في تاريخ ما نقولش في تاريخ ليتوال مي بارمي لي ميور زيد ما ننساوش جينيراسيون تاع زبير بيا وجينيراسيون تاع لطفي البكوش الله يرحم وجينيراسيون تاع زياد الجزيري تاع بوقديده كانت جينيراسيون كبيره تاع رياض البوعزيزي كانت جينيراسيون كبيره مي جينيراسيون تاعنا احنا يمكن حققنا اللي ما حققوش هما اللي هي الليغ دي شامبيون واحنا نعرفوا اللي في الافريك الريبير وكل شيء هي الليغ دي شامبيون. فهمت شوف وقت اللي يجيوك عروض كبيره في ملاعبيه وانت وصلت هزيت دي غران تيتر وكيما نقولوا احنا مستقبل الملاعبيه هكا عطاوك الملاعبيه ويحبوا يخرجوا ويحبوا كيما نقولوا احنا يطلعوا في النيفو يحتكوا بنيفو واحد اخر وكسوسوا سو لو بلان حتى الفينانسي كسوسوا باش يرجع بالنفع على الكلوب وعلى الملاعب. فهمت ما نصورش وقتها انه الليتوال كانت تشد معناتها ملاعبيه. فهمت برشا وقتها خرجوا بطبيعه فما عروض كبيره جات الملاعبيه كيما وقتها نتذكر ياسين شيخاوي خرج شرميتي خرج من بعد جاء عبد النور خرج كيف كيف. فهمت برشا جواريت كريم حقي قبلها ما خرج. فهمت برشا جواريت وقتها جات فيهم عروض. فهمت وغومبي سامحني وغومبي زاد خرج وقتها جات فيه عرض وخرج مشى وقتها لفرنسا جيلسون سيلفا كيف كيف مشاو للغانغون في فرنسا. فهمت ليتوال السنة خير برشا من العوام اللي فاتوا كيما قلت انت رجع ان غران مسيو رجع عثمان جنيح انسان كونيسور انسان لاعب كوره كلنا نتذكروا العوام الكبيره اللي تعدات للايطوال لي جينيراسيون اللي تعدات مع عثمان جنيح. انا فرحت انه شفت عثمان جنيح رجع للنجم الرياضي الساحلي وبشويه المشاكل اللي عند الايطوال انا نشوف فيها بشويه قاعده تتجاوز فيها. فهمت وحتى سور لو بلان سبورتيف نشوفوا في الجمعيه خير برشا السنه ماشي البلاي اوف فما دي جوار كي سون جون ايكيب قاعده تكور تحب ولا تكره. فهمت ايكيب قاعده تربح هذه اللي ما شفناهش العوام الاخرى الامبيونس ستابل الجمهور رجع استاد جديد. فهمت زياد رجع بقديد المكشر. فهمت هذوما كلهم ولاد جمعيه سيف غزيل هذوما كل ولاد جمعيه وهذوما عباد تغير على ليتوال هذوما عباد بالرسمي راهو تغير معناتها عباد راهي فاناتيك بالليتوال كي تقول عثمان جنيح راهو فاناتيك بالليتوال سي با ان بريزيدون راهو سي اكثر من بريزيدون معناتها تنجم تسميه الاب الروحي نتاع ليتوال عثمان جنيح. كيما قلت لك بشويه تو ترجع لبلاصتها ان شاء الله السنه نصورها باش تلعب على الشامبيونا حتى في مع مع رفع المنع من الانتداب واللاعبيه اللي جاوا توا في الميركاتو ان شاء الله نشوفوهم في البلاي اوف تعمل حاجه توصل لبعيد وعلاش لا تلعب على الشامبيون ان شاء الله. ترينيت عنده عام في الكلوب وعام في ليتوال. بطبيعه فاليز البحر سال دي مسكولاسيون ثنيه المطار عين درام كلهم كلهم كلهم. شنو اللي يخلي الانترنور هذا سبيسيال؟ معناتها واحد الناس كل ما نعمل انترفيو مع اللاعب يترين على فوزي ما نلقاش اللاعب الساعه هيك فوزي بالذات من جهه اخرى الناس الكل تحكي على الانترنور بالرسمي سبيسياليست. ما ينجمش يكون فما زوز فوزي بنزرتي في تونس، لازم يكون كان فوزي بنزرتي واحد، وشفت حتى برشا دي زونترونور توا اللي ترناو عنده يحبوا يقلدوا فوزي، مي فوزي راه سي اكسبسيونيل، فوزي ما ينجم يكون كان فوزي، ما تنجمش تقلده ولا تحب تولي كيفه بالسيف، فهمت؟ الحاجه سبيسيال اللي عند فوزي سيتان كومبيتيتور، انسان يحب الربح. انترنور اللي يزرع فيك ثقافه الربح لازم تلعبش حتى في 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 لونتريمون في ان جو اللي هو سامبل وبانال وعادي لازمك تخمم باش تربح عند فوزي فماش باش تمشي تترينا لازمك تركز لونتريمون تاع فوزي علاش خاطر فوزي ما فماش دوزيام شانس عند فوزي ما يخليلكش دوزيام شانس من الكره الاولى اللي تضيعها فوزي تطلع له يتغشش معناتها لازمك تقرا حسابك للونتريمون ما نحكيوش على الماتش ريت حتى ماشي لونتريمون لازمك تبدا مركز مع فوزي معناتها ساعة ونص باش تعديها لازم تعديها مركز ما تغلطش
تحاول باش تغلط لو مينيموم بوسيبل، وهذاك اللي يخلي الملاعبيه يتحسنوا معاه. نحكي ديما سور لو بلون مونتال، فوزي قوي برشا من ناحيه المونتال، قوي برشا. بون الباقي تاع لي زونترينمون، وبرشا عباد يقولوا فوزي قديم والميثود نتاعو قديمه وكل شيء ديسكوتابل، مي فوزي راهو يزرع فيك ثقافه الربح. تلعب مع فوزي ما تمكش ماكش رباح، ما تلعبش مع فوزي. برشا شوف جماعه اخرى، فوزي يلعب كان على تيتر، يزرع فيك يزرع فيك بالسيف انك لازمك تهز تيتر. تلعب نلعب على تيتر لازمني نهزه، واللي تيتر الكل مش يختار تيتر. مثلا نلعب على الشامبيونا والكوب والسوبر كوب كوب دافريك، يلعب عليهم الكل. فماش وذاك اللي خلاه اكسبسيونيل، وذاك اللي خلاه ناجح من جمعيه لجمعيه، فهمت؟ وذاك اللي خلاه ولا مدرب كبير واكثر مدرب هز تيتروات في تونس. افيك لو ريكول توا يمكن في وقتها، في وقتها ما تحسهاش خاطر صغار وترينا عنده كام لاعب، فهمت؟ مي توا كي تكبر في العمر وتتذكر برشا حاجات يمكن عملها مفوزي اللي انت في وقتها حسيتهم ظلم، ولا حسيته حسيتها بيزار، ولا حسيته كيما نقولوا احنا ياسر اكزيجون. افيك لو ريكول توا بالاكسبيريونس تقول معناتها كان ما عملش هكاك انا راني ما تحسنتش، ولا كان ما عملش هكاك انا راني ما قدمتش، ولا كان ما عملش هكاك رانا ما ربحناش. فهمت؟ هذيك طريقته فوزي، لازمك تقبله كيما هو. علاش الملاعبيه كل تحبه فوزي؟ تشوفوا فيه يتغشش وساعات يعمل يمكن دي جيست اللي ماهمش ما نشوفوهمش عند المدربين الكل، لكن بعد الماتش ولا بعد لونتريمون كل شيء وفاه، قلب ابيض، تحكي معاه في اي سوجي تحب عليه، ينسى الحاجات ما يشدش في قلبه. فهمت؟ توب 3 اسكندر القصري، يمكن اسكندر الكارير نتاعو كمدرب ما مشيتش كيما البوتنسييل والكره اللي يحب يلعبها اسكندر القصري، فهمت؟ لكن اسكندر كل كيب يمشي له يخلي فيها البصمه نتاعو اسكندر القصري. فوزي بنزرتي تروزيام اونترينور، تروزيام اونترينور والله نحب التوانسه، نشجع التوانسه باش نكذب عليه، شجع التوانسه. بارا قولوا مراد محجوب، مراد محجوب. قاعدين توا نحضروا في الكاف بي، وان شاء الله بروشينمون عن ستاج تاع الموديول 4، وقاعدين الجينيراسيون تاعنا اللي حكيت لك عليها توا هي لا ميم جينيراسيون، مع بعضنا قاعدين نحضروا. وبطبيعه هذا الدومين نتاعنا، معناتها هو مهلك الكره في تونس الا من الدخلاء، الدخلاء اللي ماهمش ولاد دومين واللي دخلوا ولاو دي زونترونور. نشوفوا توا في الحاله نتاع الريتم ونتاع الملاعبيه ونتاع النيفو اللي ماشي كل عام ويتيح بشويه بشويه، والملاعبيه ونشوفوا في النيفو نتاع الشامبيون نتاعنا. دونك احنا كاولاد دومين وكملاعبيه ما نقولش معناتها حق مكتسب، لازمك تقرا باراليل، فهمت؟ وهذاك اللي قاعد صاير، قاعدين نقرا وقاعدين، خاطر فما برشا حاجات تغيب عليك، مش كيما باش تنحي كاسكيت نتاع جوار وتلبس كاسكيت المونترنور، سي عالم بعيد على بعض. والاكسبيريونس نتاعنا باش تعاوننا سي فيري، فهمت؟ الفيكيو نتاعنا باش يعاوننا، مي لازمك تقرا ولازمك تتعلم برشا حاجات اللي تجهلها كملاعبي، فهمت؟ خادم ليتي كوتش، اقرب لفوزي بنزرتي، اقرب لاسكندر القصري، اقرب لمراد محجوب، ثلاثه بروفيلات مختلفين نوعا ما. نجم تقول ميلونج منهم الكل، لازمك تاخذ من كل مدرب تاخذ منه حاجه. ما لباش اكسبيريونس، علاش قلت لك ان اكسبيريونس وفيكيو؟ لازمك تاخذ الحاجات الباهيه من كل انترينور، تشوف المدرب الناجح، تشوف الحاجات الباهيه اللي تنجم انت تعملهم كيما المدرب هكا، فهمت؟ وتاخذهم وتحاول بتبيعهم من بعد الاسلوب نتاعك والبصمه نتاعك وكيما نقولوا احنا الفلسفه نتاعك وكيفاش تحب تلعب، ويزمك زاده تتاقلم مع الواقع اللي انت فيه ومع كره تونس. لو كلوب كنت ان 2007، فان 2007 مازال عام في الكونترا. وقتها بدينا البريباراسيون مع دو كاستيل، المدرب السويسري اللي انا ترجي، هو اللي جا النجم الرياضي الساحلي. ووقتها بدينا البريباراسيون وحكي معايا على اساس انه معمل عليا، وكيما نقولوا احنا ماذا بيه نقعد وماذا بيه نعاود ونجدد، فهمت؟ لكن قبل وقتها جات لاجون تاعي، وقتها جات الحكايه نتاع الكلوب افريكان، معناتها كان ايشانج، معناتها الكلوب حبوني انا نجي ليتوال، وليتوال تاخو احمد العكيشي، وبما انه لو شانتر بيير برتران مارشان رانا ليتوال ان 2007 ورانا لو كلوب ان 2006،
دونك هو اللي قال لهم تنجموا تاخذوه احمد العكيشي وينجم يفيدكم وقت اللي طوالي يزافي بزوان داتاكون فهمت فوالا دونك كي قعدت مع المسؤولين لقيتهم معناتها يسون بور فهمت انا هذيك اللي غاضتني شويه ويمكن حتى ما حكيتهاش جمله قبل فهمت عمري ما حكيت بالخايب ولا جبت لي كوليس معناتها فهمت لقيتهم يسون بور دونك هما ايزيتي بور عملت استخاره نتاعي شاورت فاميلتي شاورت اصحابي كل شيء هكا وقتها صار ترانسفير مشيت النادي الافريقي بتكمل على طول مع الوقت انت والله شوف مازالي عام انوند كونترا وقتها فهمت كنت حابب نكمل بطبيعه جامعتي وهزيت فيها برشا تيترويت حبيت نكمل وقتها فهمت مي جيت الحكايه نتاع الكلوب افريكان كيما قلت لك ما تنجمش ترفض زاد الكلوب افريكان تجيك جمعيه كبيره كيما نادي الافريقي ومزيد كي هزت الشامبيون 2007 فهمت وحتى العرض المادي كان الكونترا خير من نجم الرياضي الساحلي دونك كيما قلت لك عملت سالات استخاره وخذيت لافين تاع لي بروش ومتاع الفامي وكل شيء وبدات الرحله في النادي الافريقي 3 سنين من احسن الاعوام اللي تعداوا لي في الكارير نتاعي معناتها 3 سنين كانوا صحيح ما زيناش دي تيتر ماجور لعبنا على الشامبيونان حتى كش الاخر جورني وقتها مع وقتها هزتها لسبيرونس داير لبحت ليتوال في رادس وقتها واحنا نورمالمون نلعبوا في جندوبه وقتها فهمت هزينا الشان هزينا وقتها كاس شمال افريقيا مش الشان سامح كاس شمال افريقيا هزيناه عامين على بعضهم فهمت وكها وصلنا دومي فينال كوب كونتر صفاقس وقتها صحيح وقتها ما هزيناش تيترويت مي الامبيونس كانت امبيونس كبيره برشا معناتها الجروب اللي خدمت فيه في الكلوب افريكان جروب معناتها يعيش بالكدا مع بعضه فهمت برشا امبيونس امبيونس كبيره معناتها كان عندنا جروب معناتها اوموجين فيه كبار في العمر وفيه الصغار اللي تعليم السبور وفيه دي جوار معناتها اللي مكورين في برشا جمعيات معناتها كانت امبيونس كبيره كيما الاخوات برشا ضحك برشا فديك برشا خدمه فهمت وكي العائله امبيونس كيما العائله ما حسيتش روحي معناتها جاي من ليتوال انا ولا جاي من جمعيه اخرى من نهاري الاول في الكلوب حسيت روحي تخش عليا ولد الكلوب تقولش عليا معناتها متكون في الكلوب ولاعب ملي صغير في الكلوب وهذيك الحاجه الباهيه في الكلوب انه كي تلبس ماريو الكلوب تولي واحد من تولي واحد من الكلوب وين تمشي والجمعيه الي يومنا هذا وين نمشي جمعيه فهمت تحب الكلوب بسيف كي تلبس ماريو الكلوب ما تنجمش تلبس ماريو الكلوب وما تحبهاش وهذا داير مش كان كلامي انا كلام برشا عباد فهمت الوضعية بتاع الكلوب اليوم قارنها بالكلوب اللي كنت كبر فيه. ليه بعيد شيء بعيد على بعض. ليه بعيد على بعض الوضعية توا بتاع الكلوب عمري ما ريت الكلوب في الوضعية هذه معناتها الوضعية صعيبة برشا وان شاء الله ان شاء الله على قريب تخرج منها خاطر تغيظ معناتها كي نشوف كي نذكر روحي 3 سنين اللي عديتهم والامبيونس الكبيرة وكل شيء ونشوف توا معناتها ما استحقش الكلوب. الكلوب ما يستحقش البلاصه اللي هي فيها تو وجمهور الكلوب خاصه ما يستحقش اللي صاير تو للكلوب جمهور الكلوب يستحق تيترويت يستحق كل شيء جمهور اللي يصبر مع جمعيته سنين جمهور اللي ديما ورا جمعيته جمهور اللي جمعيته تطيح هو اول فاكتور معناتها باش يعاود يدز مع جمعيه جمهور اللي تعاقبت كما نقولوا احنا هيئات وهيئات وهيئات وهو اللي توجور في ديل توجور لا اللي توجور لا وكل عام جمهور الكلوب كل عام يقول لك عامنا سنة كل عام وكل عام النومبر يمشي ويزيد نتاع الجمهور معناتها بالرغم كل شيء النومبر يمشي ويزيد كل عام معناتها هذه ظاهره ظاهره سي فينومينال جمهور الكلوب فينومينال ما شفتش انا مع كل احتراماتي للجمهور كل جمهور يحب جمعيته من جمهور الكلوب كان فما كلمة أكبر من الحب راهو توصف على الإحساس اللي يحسه جمهور الكلوب. شوف أول حاجة ساعه على غرام. باش تكون ملاعبي نتاع كورة يا تكون مغروم يا باش تعدي كارير عادية ولا باش تلوج على الفلوس ولا باش تلوج على حاجات أخرين فهمت؟ احنا كورنا كورة قبل لعبناها غرام. من بعد توا ولات دي كونترا وبروفيسيونيل وكل شيء فهمت؟ نحكيو على لونجيفيتي نتاع الملاعبيه اللي ذكرتهم ونجم نسمي لك برشا تو موجودين بليزيور فاكتور
الفاكتور الاولاني حسب رايي انا هو الملاعبيه اللي قاعده تلعب التو في العمر هذا استحضت على رواحها وهي صغار، معناتها ما تبعتش الثنيه الخايبه، وهذا مثال للملاعبيه الصغار اللي توا تحب تلعب كوره ولا طالعه صغيره، انه راه كي تستحفظ على روحك في بدايه كاريرك وانت صغير وتبعد على الحاجات الخايبه وتترين مليح وتترين سيريو وتحاول تكون ليجيان دو في نتاعك بارفيت لبرا ميتيران وتضحي، خاطر ساكريفيس كبير، معناتها وقت اللي العباد تصيف وقت اللي العباد في البحر احنا في عين دراهم وفي الفاليز عند فوزي بنزرتي، وقت اللي العباد تسهر في الليل في البواتات وتسهر في العروسات وواحد احنا في استاجات نرقدوا من 9 من 10 نتاع الليل وتترينا في 3 فوا بار جور، معناتها هذا من كل تضحيات، راك تضحي وانت صغير راك تنجم تلعب توصل تلعب 36 و 37 و 38 عام، واحنا قبل كانت العقليه نتاع جوار التونسي توصل 30 يقول لك سا يكبر، نو سي با فري، والامثله برشا ويسامي حي في الكلوب خميس الثامري بلبولي ياسين شيخاوي ربي ربي يشفيه برشا ملاعبيه اخرين تشوفوا فيهم قاعدين يكوروا، فهمت؟ والقلب معناتها لازمك تكون عندك قلب زاد، فهمت؟ لازمك تكون عندك قليب و كيما نقولوا احنا وديما عندك لونفي، فهمت؟ راهو النهار اللي ما عادش عندك لونفي ونهار اللي تقل عندك كيما نقولوا احنا الرغبه، برا امشي بطل الكوره على روحك وشوف حاجه اخرى. وحاجه اخرى النيفو بصراحه ماشي ويتيح في الكوره في تونس، كسوا في الا والا في البي والا في الاقسام الاخرين، النيفو ماشي ويتيح، على ذيك قاعدين نشوفوا ملاعبيه تلعب جوسكا 37 و 38، يمكن كان جينا في الفان دي زاني 90 ولا ديبي نتاع لي زاني 2000 يمكن راهو لقينا صعوبات كبيره باش نجموا نجاريو ونسقع، في وقتها كانت فما برشا ملاعبيه على طراز عالي وكانت النيفو خير برشا من تو. في النيفو تاع الشامبيونات فما نيفو اصلا؟ نيفو تاع الشامبيونات طاح، نحكيو لوجيك، فهمت؟ طاح برشا نيفو نتاع الشامبيونات وبرشا عوامل تدخل فيه، معناتها كيما قلت لك تدخل فيه الفورماسيون نتاع لي جون، قداش من جمعيه قاعده تطلع في ملاعبي تو السينيور، فهمت؟ قبل نتذكر في ليتوال كيما قلت لك قبيله في الاوف نطلعوا بالعشره ثمانيه ملاعبيه للسينيور، توا كي تطلع زوز ثلاثه في العام اللي قادرين باش ينتجريو الجروب سينيور تتسمى تلقى جمعيه فرحانه، فهمت؟ اللي قبل تلقى في الجينيراسيون تلقى في الاسبوار 14 15 فوار اكثر دي جوار كي سون كابابل باش يطلعوا ليكيب سينيور ويلعبوا من عامهم الاولين، فهمت؟ الفورماسيون في الصغار زاده كيف كيف، فما برشا محسوبيه في الفورماسيون في الصغار تو. الانفراستركتور نتاعنا مهلهله، معناتها احنا تو الانفراستركتور نتاعنا من عام يمكن من عام 90 ولا من لي زاني 2000 ما بدلناهمش، العقليه نتاع لي جوار تو اللي طالعين صغار، فهمت؟ العقليه نتاعهم ما عندهمش الجرينتا اللي كانت موجوده قبل، فهمت؟ تحس بلغتنا احنا نتاع اللاعبين نقولوا ملاعبي جيعان، يقول لك ملاعبي جيعان، ملاعبي جيعان معناتها كي يهبط للتيران تشوفوا كيفاش معناتها يبدا بالرسمي جيعان، يبدا تقول ما عندوش عشاء في الدار، فهمت؟ هذيك تفقدت سيريو هذاك نتاع لي جينيراسيون القديمه، حسب ما نشوف انا في لي جون توا فما الباهي راه مش ما فماش، مي لازمهم كيما نقولوا احنا ياخذوا علاش احنا قاعدين كورة ياخذوا منا، خاطر احنا جينيراسيون اللي قبل خير برشا من الجينيراسيون اللي طالعه توا، فهمت؟ هذا هو معناتها على ذاك النيفو طاح، وزيد البرمجه خايبه نتاع والتيران نتاعنا امبراتيكابل وبرشا حكايات اخرين.